ولو جئنا إلى ما حصل من الصحابي الآخر الذي كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب عندما كان أرسل جيشا في حرب الفرس، يعني التي كانت بين سيدنا عمر بين الفرس، فالحرب كانت في سجال وبين كر وفر، فطلب القائد الفارسي، تعرف في النهار يكون قتال وفي الليل يكون سكون، فطلب القائد الفارسي يعني من أحد أمراء القوات الجيش أنه يأسر مجموعة من المسلمين ويجيبهم، يأسر مجموعة من المسلمين ويجيبهم، فأسروا مجموعة من المسلمين وجابوه، جابوهم طبعا، والأسر هذا تم غيله يعني على شكل خدعة، فأخذوهم وجابوهم وأدخلوا أحدهم على القائد الفارسي، فدار بينهم حوار، ثم قال له اكفر بمحمد وتنجو تذهب، قال له لا، ما خرجت، خرجت ما أخرجني هو إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال له اكفر بمحمد وأعطيك ما أعطيك من الأموال، قال لا، ما خرجت لذلك، ما عند الله خير للأبرار، قال اكفر بمحمد وأقاسمك نصف ملكي، نصف ملكي، وطبعا كانوا إذا قالوا فعلوا، قال له لا، استغرب، ما وجد إليه سبيل يذيبه، يذيب ذلك الصخرة، هذه الصخرة، صخرة الإيمان التي يمثلها هذا الإنسان، قال لا يفتن الرجال إلا النساء، ومعروف جمال نساء الفرس، قال اتوني بغانية من الغواني، الغانية في المصطلح العربي معناتها المرأة شديدة الجمال التي استغنت بجمالها من أن تحسن نفسها بشيء، يعني ما يحتاج تصبح الصبح تتصبغ مثل البنات بتو عشان تطلع للدوام، لا، جمالها كفاها، فأتي بغانية قال اتوني بها، دخلوا في سجن في غرفة مغلقة وشوف يا أنا يا أني أحطم له إيمانه، هذا الإيمان بيقول متسلح به، فأتوا بتلك الغانية الجميلة وقالوا لها إن استطعت أن يفعل بك شيء من كان يعني لك ولك ولك من الجوائز، فأدخلت عليه المرأة وأرسل أحدا يتحسس عند الباب ليرى ليسمع إن كانت هل ستستطيع هذه تؤثر في ذلك أو لا، فما هي إلا لحظات وخرجت تصرخ من داخل الغرفة وقالت والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم حجر، ووالله هو لا يدري أنا أنثى كنت أم ذكر، يعني أصلا حتى ما شاف، والله لا أدري أدخلتموني على بشر أم حجر، ووالله هو لا يدري أنثى أنا أم ذكر، استغرب، قال خلاص جيبوه، حضروه في المجلس، قال أوقدوا تحت مراجل الزيت المغلي، فأحضروا مرجلين من الزيت وأوقدوهما وأوقدوا النار تحتهما، وأخذ الزيت يغلي، قال احضروا هذا الأسير، حضروا ذلك الرجل وجعلوا يعني في مكان قريب في المجلس، وقال اتوني باثنين من أسرى المسلمين الثانيين، جابوهم، قال رميوا كل واحد في مرجل من الزيت، فرموا الرجلين المسلمين الأسيرين كل واحد في زيت، وما هي إلا لحظة فانفصل لحم الواحد منهم عن عظمه، فبكى، نزلت دموعه، فرح ذاك، قال تبكي خوفا من الموت، يعني حس بنشوة انه ينتصر عليه، قال تبكي خوفا من الموت، قال لا، ولكن ابكي لانها لي روح واحدة، ولوددت أن يكون لي بعدد كل نفس أتنفسه روح حتى أقتل وأقتل وأقتل في سبيل الله، ما أعرف إيش بيقول له، قال له قبل رأسي وأخلي سبيلك، يعني الإهانة الأخيرة، فسكت، قال
وعن أسرى المسلمين كلهم عن نفسي منتهي الأمر، هذا لا جدال فيه، لكن تخلي سبيلي وسبيل أسرى المسلمين، يريد يفدي المسلمين إخوانه اللي موجودين في الأسر الذين سيقتلون. قال وعن أسرى المسلمين، قال وعن أسرى المسلمين. وطبعا كما قلت لكم إذا قالوا كلمة كانوا عند كلمتهم. فقام ذلك الصحابي الجليل الذي اسمه عبد الله بن حذافة السهمي فقبل رأس القائد الفارسي فأخلى سبيله وأخلى سبيل أصحابه. وعندما رجعوا إلى المدينة وحكيت القصة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قام فقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي وقال حق لكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله، حق لكل مسلم أن يقبل رأس عبد الله.